حيتما ديسما اليوم الوجهة ديالنا هو شاطئ طفدنا مرورا بواحد مجموعة ديال المناطق الجميلة منها تغازوت وأغرود وأيتامر. هذا شاطئ أغرود اللي كيبعد تقريبا 33 كيلومتر على مدينة أكادير، وتتميز بهذه المنازل المنونة اللي تعطي الشاطئ جمالية أكثر. دابا في الطريق اللي كتدي الفيلاج ايتامر، وفي جنب الطريق كاين هاد الواد اللي عامر تبارك الله بالموز بالبنان البلدي الطبيعي. أخيرا بعد ما فتنا تمنار تقريبا بواحد 15 كيلومتر بانت لينا بلاكا ديال شاطئ طفدنا، خصنا دابا نشدو الليزر ديالنا.
التفضنا كلها قدرون وطريق مزيانة نسبيا، وفي الجناب ديالها غابات ديال شجرة الأرقان. كما كتشوفوا معنا شاطئ طفدنا بدا كيبان لنا، هذا الشاطئ كيبعد 140 كيلومتر على مدينة أكادير. كتشوفوا معنا كما كتسمعوا الريح بزاف، واحد الشاطئ اللي هو رائع جدا، شاطئ صراحة زوين، غير هو بعيد شوية، بعيد كما كتشوفوا معنا. يا سلام ما شاء الله. بونور الدين، كيفاش؟ السلام عليكم. السي نور الدين هو اللي جيت معاه، شي كلمة السي نور الدين اخويا، كي جاك انا في بلاصة ديال طفدنا. زوين زوين طوب، بارك الله عليك. انت السي نور الدين، السي نور الدين هو اللي جيت معاه بالموتور. شاطئ طفدنا صراحة شاطئ رائع جدا، حتى الكورنيش اللي فيه نقي ومخدوم مزيان، ولكن حاجة اللي خايبة فهاد الشاطئ هذا هو الرياح المجهدة بزاف، يعني ان هاد الشاطئ هذا غيكون عزيز على الناس اللي كيديروا السورف. بالنسبة لطفدنا راه ممكن انك تجي ليها من الصويرة، ما بعيداش بزاف، فقط 60 كيلومتر على مدينة الصويرة، وعلى مدينة أكادير 140 كيلومتر. كما كتلاحظوا معنا دايرين هنايا باركينغ فين تحط الطوموبيل ديالك، وكاينين منازل وشقق للكراء. رغم ان السلطات المحليه ديال جماعه طفدنا قايبين بالواجب ديالهم وحاطين لي بوبي، كنشوفوا مع الاسف الشديد الازبال منتشره في جوانب هذا الشاطئ. هذه هي طفدنا الاخوان، هذه هي طفدنا.